لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. هذا الباب ذكر فيه الإمام مسلم رحمة الله عليه في الأصل، ذكر فيه أكثر من 30 حديثا، ذكر فيه أكثر من 30 حديثا، وهذه الأحاديث تدور أو هي أحاديث متنوعة حول الفتن التي تكون في آخر الزمان. وقد ذكر المختصر منها هنا 7 أحاديث فقط من بين هذه الأحاديث، وهي كما ذكرنا أكثر من 30 حديثا، وهي كلها تدور حول الفتن في آخر الزمان. لذلك يعني صح أن يكون تبويب هذا الباب يعني مع ما بوب يعني النووي رحمة الله عليه باب شدة الفتن قبل قيام الساعة، لأنه هذه الأحاديث 30 ليست يعني كلها متعلقة بما بوب له النووي رحمه الله تعالى هنا. قال: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. هذا التبويب يعني ناسب حديثا واحدا من هذه الأحاديث، وإلا فكل الأحاديث تتكلم عن الفتن التي تكون قبل قيام الساعة، ومنها هذا المعنى الذي ورد في هذا التبويب. فأما أول ما ذكر المختصر رحمه الله تعالى، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. أسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على ما سيكون وما سيحدث. لا تذهب الدنيا، أي لا تنتهي الدنيا ولا تقوم الساعة، حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. يعني من شدة الفتن التي تكون في هذا الزمان يتمنى المؤمن المتمسك بدينه إذا مر بالقبور أن يكون من أصحاب القبور، يعني يتمنى الموت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا صفة هذا الإنسان في تمنيه الموت، إذ أنه يتمرغ على القبر. يعني هذا حال الإنسان الذي يشتاق إلى شيء أتراه يحن إليه، فهذا الرجل يحن إلى القبر حتى يتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. يعني يا ليتني من الأموات، يا ليتني مت قبل هذا. نسأل الله العفو والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك في نفس الحديث، لماذا يصبح أو يصبح المؤمن في هذه الحال، لماذا يتمنى المؤمن الموت في هذا الوقت؟ قال: وليس به الدين إلا البلاء. وليس به الدين إلا البلاء، يعني هذا هو السبب.
ولذلك يقول الإمام ابن بطال رحمة الله عليه كما ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال وتمني الموت، يعني يقول ابن بطال وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكرات، نسأل الله العفو والعافية. يعني لماذا يتمنى المؤمن في هذا الوقت أن يموت مع أنه قد جاء النهي عن تمني الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت إذا أصاب الإنسان شيء من الضر، لكن الضر الذي هنا مستثنى، يعني الضر الذي نزل بالمؤمن هنا مستثنى من هذا النهي، يعني نهي المؤمن عن تمني الموت إلا في مثل هذه الحال، إلا في مثل هذه الحال أنه يخاف على نفسه ويخاف على دينه ويخاف أن يفتن، ولذلك فيتمنى الموت في هذه اللحظات، يتمنى الموت كأنه يقول يا رب الموت خير لي من أن أفتن في ديني. وهو كذلك، فالإنسان يموت أحسن مما أن يفتن في دينه، ولذلك كان من دعائنا صلى الله عليه وسلم ولا تجعل فتنتنا في ديننا، ولا تجعل فتنتنا في ديننا، فنسأل الله العفو والعافية. فالمؤمن من شدة الفتن في آخر الزمان وتمسكه بدينه بين أهل الباطل وأهل المنكرات والمعاصي، وقد غلبوا وصارت لهم الغلبة وصارت لهم الصولة والجولة والدولة، فعند ذلك المؤمن يصبح غريبا بين الناس، بل يصبح بين الناس يتيما متألما بين الناس، ولذلك يتمنى أن لو يموت ولا يفتن في دينه. وهذا الزمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه زمان ما قبل قيام الساعة، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء، أي ليس له سبب في ذلك إلا خشية الفتنة في دينه، فهو مبتلى في هذه الحال. ولذلك يجوز تمني الموت عند ذلك، يجوز تمني الموت عند ذلك. أيضا هذا كما ذكرنا لا تعارض بينه وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، إنما يجوز ذلك عند مخافة الدين. قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى لا يتعارض أو لا تعارض بين هذا الحديث وبين النهي عن تمني الموت، إنما ذلك يجوز عند مخافة الفتنة في الدين. وهذا في الحقيقة في كل زمان وليس في آخر الزمان فقط، فإن الإنسان إذا خاف أن يفتن في دينه جاز له أن يتمنى الموت، وليس هذا مخصوص بقبيل قيام الساعة، إنما هذا جائز في كل زمان إذا خاف على نفسه الفتنة في الدين. وإلا مريم عليه السلام لما حدث ما حدث من أمر حبلها ونحو ذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لماذا؟ لأنها خافت أن يكون ذلك سبب في فتنتها في دينها، فهي التي كانت تعكف على عبادة الله في بيت الله تعالى، وليس لها إلا العبادة في يومها وليلها، وفجأة حصلت لها هذه المحنة، فخافت أن يكون ذلك سبب في فتنتها في دينها، ولذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا. ولذلك يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت إذا خاف على نفسه الفتنة في الدين. وفي نفس المعنى الذي نذكره كذلك يأتي معنى آخر
أو يأتي المعنى الآخر المقابل، وهو أجر العبادة في هذا الزمان، أجر العبادة في هذا الزمان، يعني المؤمن في هذا الزمان أجره في العبادة مضاعف عند الله عز وجل، مضاعف، حتى يصل أجر المؤمن إلى أجر 50 من الصحابة، حتى يصل أجر المؤمن إلى أجر 50 من الصحابة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه يوما أنه سيأتي على الناس زمان يكون فيه أو تأتي فيه الفتن بشدة، فيكون الصبر الشديد. قال إن من ورائكم أيام الصبر للماسك فيهن على دينه أجر 50 منكم أو أجر 50 منكم. قالوا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم. فالذي يستمسك بدينه في زمن الفتن وازديادها وغلبة الباطل والمنكرات والمعاصي، فيظل متمسكا بدينه محافظا على طاعة الله عز وجل، هذا له أجر كأجر 50 صحابيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا العبادة في الهرج تعدل هجرة إلي. العبادة في الهرج يعني في زمن الفتن الشديدة، عندما تشتد الفتن وينصرف الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فيستمسك المؤمن ويتمسك المؤمن بطاعة ربه سبحانه وتعالى، ويستمسك بهدي نبيه وسنته مع غربته بين الناس، فهذا له أجر عظيم، وهو أجر هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبادة في الهرج تعدل هجرة إلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وأما الحديث الثاني الذي ذكره الإمام المنذري رحمة الله عليه هنا، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. قال الهرج القاتل والمقتول في النار. يقسم هنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد ذلك أيضا، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، أي لا تنتهي الدنيا وتقوم الساعة، حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني حتى يأتي على الناس زمان يحدث فيه ذلك، يحدث فيه ذلك، وهو أنه يقتتل الناس، وهذا الاقتتال يكون فيه هرج وفوضى في القتل والاقتتال بين الناس، حتى أن الناس يقتتلون دون سبب يفهم أو دون قضية في الحقيقة يقال أنها سبب للقتال، لا بل يقتتلون شبه على لا شيء. وهذا يعني أن الناس في آخر الزمان من شدة الفرقة والخصام، نسأل الله العفو والعافية، وكثرة الاختلاف بين الناس، يقتتل الناس اقتتالا شديدا فيما بينهم، حتى يصل الأمر إلى أنهم يقتتلون على أهون الأسباب وأتفه الأسباب، بحيث لو سئل القاتل بعدما انتهى القتال فيما قتلت يقول لا أدري، أو يسأل المقتول فيما قتلت يقول لا أعرف لا أدري. وهذا في الحقيقة والله قد رأينا منه في هذا الزمان فيما يسمى بالثورات هذه ونحو ذلك، الناس يخرجون إلى الشوارع ونحو ذلك، وربما يقتتل المسلمون فيما بينهم على ماذا لا تفهم، على أي شيء لو سألت الواحد منهم لا يستطيع أن يجيب،
ربما يقتل الواحد منهم أخاه أو يقتل قريبه ربما ولا يعرف لماذا قتله أو المقتول لماذا قتل، إنما هي الفوضى وإنما هي الغوغاء والهرج، أي كثرة القتل وشيوعه بين الناس. ولذلك لما سألوا قالوا كيف يكون ذلك، يعني ما هو السبب أن يصل الناس إلى هذه الدرجة؟ قال الهرج، القتل الذي يكون بشراسة بين الناس. بل الآن نرى ربما الدول فيما بينها ربما تقتتل ويقتتل الناس فيما لا يدرى لأي قضية يقتتلون، يعني نجد هذا يعلن الحرب على هذا، ثم لو حققنا لماذا كان هذا القتال، لماذا دارت هذه المعارك الطويلة، ربما تقول لا شيء. وأنا والله في ظني على سبيل المثال القتال الدائر بين طوائف كثيرة في العالم من المسلمين، في بلاد كثيرة من العالم من المسلمين، والذي ربما بعضه في ظاهره أنه على شيء، حقيقته أنه لا شيء، لا يقتتلون على لا شيء والعياذ بالله. وليس المقصود هنا لا شيء يعني أنه ما في أمر يقتتلون من أجله، لا، إنما يقتتلون على دنيا، لكن ما يفهمون، ما يفهمون السبب الرئيس الذي أدى إلى هذا الاقتتال، والذي صار الإنسان يقتل الآخر ولا يدري ولا يفهم ما هو الذي أدى به إلى هذا. نسأل الله العفو والعافية. وهذا كما ذكرنا هو من شدة الفتن الناشئة من كثرة الاختلاف والخصام والتنازع بين المسلمين. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين. وأما الحديث الثالث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. هذا خبر آخر من النبي صلى الله عليه وسلم عن ما سيكون في آخر الزمان. وقد جاء هذا الحديث بروايات مختلفة، لا تقوم الساعة حتى يخرب ذو السويقتين الكعبة، وكأني أنظر إليه وهو ينقضها حجرا حجرا. نسأل الله العفو والعافية. يعني بيت الله هذا المعظم هذا سيأتي عليه زمان يأتي ظالم مجرم فاجر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه بذي السويقتين، ينقض الكعبة في بعض الروايات بمعوله، ينقضها حجرا حجرا، أحجار الكعبة يوقعها حجر حجر لحد ما يخليها على الأرض. نسأل الله العفو والعافية. وهذا يكون في آخر الزمان. الحقيقة أن هذا يكون في آخر الزمان قبيل الساعة، وهذا شر زمان، هذا شر زمان، وهو الذي يكون قد قبض الله فيه أرواح المؤمنين الصالحين، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فيسبق هذا قبض أرواح المؤمنين الصالحين، يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين، فتقوم الساعة على شرار الناس. وقبيل ذلك يحدث هذا الحدث، وهو أن يأتي جيش من الحبشة، جيش مجرمون يأتون بقيادة هذا الرجل ذو السويقتين هذا. وذو السويقتين هذا وصف له، وقد يكون اسما ووصفا والله أعلم. وذو السويقتين تصغير يعني لساقيه، تصغير لساقيه لرقتهما، وهذه صفة سوق السودان كما يقول العلماء، هذه صفة سوق السودان، يعني السود من يعني الناس وهم الأفارقة ونحو ذلك والحبشة ونحو ذلك. هؤلاء من صفتهم أنه السيقان عندهم بتبقى نحيفة جدا دقيقة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف الرجل ذو السويقتين، وبعض الروايات أفحج، يعني رجليه فيها فحج، يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا.
ذو السويقتين من الحبشة. وهنا ربما يعني يأتي السؤال ويعترض يعني هذا المعنى، وهو أنه ربما يقول قائل: الله عز وجل ألم يقل الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم ويتخطف الناس من حولهم، فكيف تنقذ الكعبة وكيف يعني تهدم الكعبة والله عز وجل قال أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ هذا كما يقول العلماء يكون في آخر الزمان، فيكون المعنى يعني أننا نمكن لهم حرما آمنا إلا قبل الساعة، إلا قبل الساعة، فإنه عند ذلك يمتهن. ولذلك يقول الإمام النووي رحمة الله عليه في قول الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، يقول هذا معناه آمنا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا، هذا معناه آمنا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا، هيظل آمن البيت لا يستطيع أحد أن يناله بشيء والحمد لله، إلى قرب قيام الساعة وخراب الدنيا، عند ذلك يأتي ذو السويقتين هذا الفاجر هذا بجيشه ويخرب الكعبة وينقضها ويهدمها. وهذا في الحقيقة الزمان لا يكون للكعبة فيه يعني أي فائدة، لماذا؟ لأن المؤمنين عند ذلك يكون قد قبضت أرواحهم، ولا يوجد من يحج أصلا إلى البيت ولا يطوف بالبيت، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، نسأل الله العفو والعافية، لا تقوم الساعة حتى اللي يندرس الدين ما يبقاش في دين خلاص، لا يقال في الأرض الله الله، ما فيش حد بيعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك في هذا الوقت تكون الكعبة قد خربت قبل أن يأتي ذو السويقتين، وعند ذلك يستحلها هذا المجرم فينقضها ويهدمها. وأما الحديث الرابع، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. الحقيقة أن جابر رضي الله عنه قال يعني هذا الكلام، وسيقول في آخره أنني سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن جابر قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنية، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. جابر رضي الله عنه بيحكي لهم ذلك، وفي الرواية المفصلة أنه قال: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، يعني العراق فتحت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، هي لم تفتح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبر أنها ستفتح، وقد فتحت والحمد لله في زمن الخلفاء الراشدين وفتحها المسلمون، وكذلك فتحت الشام عموما، والشام اللي هي عبارة عن سوريا ولبنان والأردن، فهذه البلاد هي بلاد الشام وبلاد العراق فتحت أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. القفيز هذا مكيال أهل هذه البلاد في هذا الزمان، مكيال أهل العراق في هذا الزمان، زي إحنا بزماننا دلوقتي مثلا الكيلو وكذا ونحو ذلك، مكيالهم في هذا الوقت كان يسمى القفيز، ويعني عملتهم النقدية إن صح التعبير كانت الدرهم. فكان من نصر الله عز وجل لأهل الإيمان
أنه لما فتحوا بلاد العراق وما حولها صار يأتي إليهم من هذه البلاد التي فتحت الخراج وغير ذلك الجزية وغيره، صار تأتي إليهم هذه الأشياء، وتأتي إليهم عبارة عن أموال وعبارة عن يعني أطعمة وكذا ونحو ذلك، يعني توزن بهذا المكيال القفيز وتعد بالدراهم والدنانير ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، يعني اقترب الزمان الذي سيمنع فيه ذلك، يعني بعد ما كان أهل الإسلام تأتي إليهم هذه الأشياء وهي الجزية والخراج ونحو ذلك سيمتنع ذلك، وقد حدث، وهذا من يعني أمارات النبوة العظيمة، قد حدث وامتنع ذلك كله منذ زمن. قالوا قلنا من أين ذاك، يعني ما السبب في أن يمتنع الكفار عن إرسال ذلك للمسلمين، كانوا بيبعثوا لهم الجزية والخراج وكذا ونحو ذلك. قال من قبل العجم، قال من قبل العجم يمنعون ذاك، من قبل العجم يعني بسبب العجم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن السبب هو العجم، العجم يعني أنهم في هذا الوقت وفي هذا الزمان زادت قوتهم وزادت سطوتهم وزاد ضعف المسلمين، يعني المسلمون في هذا الزمان زاد ضعفهم وضعفوا ضعفا شديدا، والكفار العجم صار لهم قوة وشوكة حتى صار هم الذين يرهبون المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا شيء حاصل في زماننا هذا الذي نتكلم فيه الآن ومنذ زمن، وقد انقطع القفيز والدرهم والدينار والمد، انقطع كل ذلك بسبب ضعف المسلمين وقوة الكفار والعياذ بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوشك أن تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم الخوف منكم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا شيء مشاهد في زماننا وقبل زماننا، انقطع الخراج والجزية وكل هذا انقطع، وضعف المسلمون وقوي الكفار، صار المسلمون يخافون الكفار، وصار الكفار لا يخافون المسلمين بل يخوفون المسلمين، نزعت من قلوبهم المهابة من المسلمين، وقذف في قلوب المسلمين الوهن الذي جعلهم يضعفون أمام عدوهم من العجم والكفار عموما. قال حب الدنيا وكراهية الموت، ولذلك بسبب حب الدنيا سيتنازل المسلمون عن دينهم ويتنازلون عن ثوابتهم وعن سبب عزهم ومجدهم، ولذلك لا يكون لهم إلا الضعف والهوان والذل الذي يسيطر به الكفار عليهم. وهذا شيء مشاهد، بل في زماننا نرى أسوأ ما نرى في زمان المسلمين، صار المسلمون يشكو بعضهم بعضا عند الكفار، بل ويستعدي بعضهم الكفار على بعض، نسأل الله العفو والعافية، ويقتتلون ويتخاصمون ويتنازعون ويختلفون في رضا الكفار، لأجل إرضاء الكفار يختصمون ويتنازعون، نسأل الله العفو والعافية. رجعوا إلى طريقة الجاهلية التي كان عليها العرب في جاهليتهم، كان العرب في الجاهلية ضعفاء، لماذا؟ لأنهم كانوا عبارة عن عمال للفرس والروم، وهم فيما بينهم يتنازعون. الآن هو الحال،
صار العرب والمسلمون يتنازعون فيما بينهم، وعمال عندي الشرق والغرب، الأمريكان والروس وغير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدين. إلى دينار ولا مدين من المد والأمداد، يعني هينقطع عنهم الأشياء التي من هذا النوع، لأن الدينار كان عملة أهل الشام، والدرهم كان عملة أهل العراق، والمد كذلك، كل هذا سيمنع وسيمتنع الكفار عن إرساله إلى المسلمين. قال: قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم، يعني بسبب الروم، أي بسبب أنهم يقون ويضعف المسلمون. قال: ثم سكت هنية أي ساعة، ثم قال، يعني ساعة يعني وقت قليل، ثم قال: ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. يكون في آخر أمتي خليفة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه في الأمة في آخر الزمان هيكون لها خليفة، وهذه بشارة في الحقيقة أن الأمة هترجع إلى الخلافة مرة أخرى، وأن الخلافة ستعود إلى المسلمين بإذن الله، وهذا لم يحدث إلى يومنا هذا، وسيحدث إن شاء الله بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أن الأمة ستعود إلى رشدها، وبعد كل هذا الضعف والهوان ستعود إلى عزها ومجدها، وذلك في زمن أن يكون فيها خليفة راشد أو خليفة عدل. هذا الخليفة من أحواله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: يحثي المال حثيا لا يعده عدا، يعني بالتعبير العام البسيط جدا بيدي كده بيغرف المال، ما بيعدوش. العادة في الناس ان هم يعدوا المال، يعدوه لانه المال غالي على الناس، يقوم يعدوه 1000 2000 5 10 ونحو ذلك. هذا لا يعطي بالعد، انما يعطي به يعني الحث، يعني بالمغرفة كده بنحو ذلك. فهذا يعني إشارة إلى أن هذا الزمان سيكون للمسلمين فيه قوة، حتى أن قوة المال تصل إلى هذه الدرجة في المسلمين في زمن هذا الخليفة. العلماء تكلموا في من هو الخليفة هذا، هل يعني هناك ما يحدد من هو هذا الخليفة أم أنه مبهم؟ الحديث في الحقيقة لم يحدد، لكن كثير من العلماء يعني أو أكثرهم على أن هذا الخليفة هو المهدي، على أن الخليفة المقصود هنا هو المهدي. فقد ورد في حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإمام مسلم أيضا. هذا الحديث فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا. بعض الناس قال عمر بن عبد العزيز، والحقيقة انه القول ده يعني فيه نظر. لماذا؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا بعد ضعف المسلمين الشديد وزوال ملك المسلمين ونحو ذلك، بإشارة إلى أنه هذا سيكون بعد هذا الضعف الشديد جدا هذا. ولذلك يرجح أكثر العلماء أن هذا هو المهدي، فإن المهدي هو الذي سيملأ الله عز وجل به الأرض عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وأنه في زمانه سينتصر المسلمون على الكفار وسيكون لهم الراية والقوة. وأما الحديث الآخر وهو الحديث الخامس معنا، وهو حديث أبي سعيد، قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية، يقول: بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية. وهذا أيضا من الفتن
التي تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أول الفتن التي كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين اقتتل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك لهم في الآخرة من الاجتهاد الذي يؤجر عليه الفريقين، فكلاهما كان مجتهدا في رأيه وإن كان أحدهما مصيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يخبر أبو سعيد رضي الله عنه، قال لعمار حين جعل يحفر الخندق، يوم حفر الخندق النبي صلى الله عليه وسلم بيمر بأصحابه يواسيهم ويشحذ هممهم صلى الله عليه وسلم، فمر بعمار رضي الله عنه وقد رآه قد علاه التراب وعليه آثار المشقة الشديدة جدا من إخلاصه في العمل والحفر رضي الله عنه وأرضاه، فجعل يمسح رأسه صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم، جعل يمسح رأس عمار من التراب، وفي ذات الوقت هو يواسيه ويشفق عليه ويرحمه، فجعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية، يعني البؤس هو المكروه الشدة، يعني يا لا ما يصيب ابن سمية من المكروه والشدة، أي سيصيبك يا ابن سمية من المكروه والشدة ما يصيبك. ثم أخبره قال تقتلك فئة باغية، تقتلك فئة باغية. وقد حدث أن قتل عمار رضي الله عنه يوم اقتتل الصحابة رضي الله عنهم في صفين، في ما كان القتال بين فريق علي رضي الله عنه وفريق معاوية، وكلاهما كان مجتهدا رضي الله عن الجميع، لكن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وهذا الحديث فيه دليل وإخبار أن فئة علي رضي الله عنه أو أن عليا رضي الله عنه كان هو المصيب في رأيه، وأن فئة معاوية أو أن عليا رضي الله عنه كان مجتهدا وأخطأ في اجتهاده، فعلي كان محقا مصيبا في اجتهاده، ومعاوية رضي الله عنه كان مخطئا في اجتهاده مأجور عليه، وكلنا نعرف تفاصيل ذلك. فقتل قتل عمار رضي الله عنه يوم صفين بأيدي الفئة الأخرى، وقد حدث ما حدث بين الفريقين، حتى أن كل منهما كان يتأول هذا الحديث، كان يتأول هذا الحديث، كان أصحاب علي يقولون قتله أصحاب معاوية وهم الفئة الباغية، وكان أصحاب معاوية يقولون لا بل قتله من أخرجه، قتله من أخرجه. والأصح أن أو الصحيح أن الفئة الباغية التي خرجت على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه هي الفئة الأخرى، لكن كان لهم اجتهاد وهم مصيبون وهم مأجورون على هذا الاجتهاد، وغفر الله عز وجل للمخطئ. فهذا الحديث يخبر عما يعني يقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع كل هذا مثل فلق الصبح، يعني وقع كل اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم زي فلق الصبح، يعني أوضح من شمس النهار، إنه اقتتل المسلمين فيما بينهم وكان فيهم فئة بغت على الأخرى، وأن هذه الفئة قتلت يعني عمار رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحديث السادس قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
يخبر صلى الله عليه وسلم بشيء من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يقول هذا الكلام صلى الله عليه وسلم بساعات، كان قد أرسل صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كسرى، أو بأيام أو نحو ذلك، أرسل رسولا إلى كسرى، فأخذ كسرى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. وبعدها بأيام مات كسرى، وتنازع أصحابه أو تنازع الفرس، وما كان لهم بعد ذلك قائمة بعد ذلك، وسقط كسرى ولم يقم بعد ذلك له ملك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد مات كسرى فلا كسرى بعده، لأن بنته هي اللي تولد بعده، وبعد كده سقطت دولة الفرس. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإنه في قيصر الآن موجود، إذا هلك هذا لن يأتي قيصر آخر. وكسرى وقيصر هذه ألقاب كفرعون ونجاشي، فكسرى لقب يقال لزعيم الفرس، وقيصر لقب يقال لزعيم الروم، وفرعون لقب يقال لزعيم الفراعنة، ونجاشي لقب يقال لزعيم الحبشة، وهكذا. قال: وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد وقع ذلك أيضا والحمد لله، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد زال ملك كسرى وملك قيصر، ولم يقم بعدهما لا كسرى آخر ولا قيصر آخر، وفتح المسلمون هذه البلاد وأخذوا كنوزها، وفتح الله عز وجل لهم هذه البلاد. وأما الحديث الأخير في هذا الباب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله إلا الغرقدة فإنه من شجر اليهود. هذا أيضا من أحوال آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، يعني هذا القتال سيكون في آخر الزمان. والأرجح كما رجح كثير من العلماء أن هذا الحديث في قتال المسلمين بقيادة المهدي، بقيادة المهدي ومن بعده المسيح عليه السلام، فإنه في آخر الزمان سيقاتل المسلمون الكفار عموما، وسيقاتل المسلمون في زمن المهدي أو زمن المسيح عليه السلام عند نزوله سيقاتلون اليهود. وفي هذا الزمان سيحدث هذه الآيات، قال: فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله. سبحان الله، سينطق الحجر وسينطق الشجر، كل الحجر والشجر اللي هيختبئ وراء اليهود هينطق وينادي على المسلمين: تعالى يا مسلم، ورائي يهودي فاقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الغرقد، أي إلا شجر الغرقد، فإنه من شجر اليهود، يعني هذا النوع من الشجر يزرعه اليهود، وهذا الشجر له ولاء لليهود، ويعني سبحان الله. وهذا فيه إشارة إلى أن الكائنات نفسها فيها كائنات سبحان الله العظيم لها ولاء لله ورسوله والمؤمنين، وكائنات لها عداء لله ورسوله والمؤمنين. يعني أحد جبل يحبنا ونحبه، إنما الوزغ هذا له عداء للمؤمنين، الغرقد شجر الغرقد هذا الشجر خاص باليهود، يحبه اليهود وله ولاء لليهود، بحيث أن اليهود يختبئون وراءه، ما ينطقش، مش هيتكلم زي بقية الشجر، كل الشجر هينطق: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتله.
إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والغرقد كما ذكرنا نوع من شجر الشوك، نوع من شجر الشوك، تزرعه اليهود بكثرة سبحان الله. والمتأمل يجد عجبا إنه أرض فلسطين الآن التي يحتلها اليهود ويعيشون فيها، هذه الأرض اليهود يملؤونها من شجر الغرقد، حتى في الأماكن اللي هي ما فيهاش طبيعة تناسب الغرقد، مع ذلك يزرعون شجر الغرقد فيها، كأنهم يعني سبحان الله العظيم أكثر تصديقا من بعض المسلمين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم خايفين، وعشان كده حب عمين يحطوا شجر غرقد كتير جدا. بعض المسلمين ربما يكذب بهذا ويرد هذا، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الحال سيكون كذلك في آخر الزمان عندما يقاتل المسلمون اليهود بقيادة المسيح أو المهدي، فينطق الحجر والشجر، ويكون ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نقف على باب ذكر ابن صياد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.